كنعرفوا ان في الشهر المبارك المرأة على الخصوص كتوقف بزاف في المطبخ، لان المرأة المغربية معروفة بالحداقة ديالها وانها كتبغي تقدم لنا شهيوات وكتبغي تبدع في في في, في المائدة المغربية، ولكن ما خصش يكون هادشي على حساب صحتها، لان غادي تقضي واحد الساعات طوال في المطبخ زياده، لان ما تنساش فمن بعد راها تبعها التراويح والطقوس الدينيه. فاختي المغربيه حاولي على راسك، حاولي كل ما قدرتي المسائل اللي غادي ديري لهم بالوقوف، جلسي شويه وقفي شويه، تكون المهم تكون حركه. والنصيحه ان الناس اللي عندهم لي فاريس او ما عندهمش، اللي ما عندهمش لي فاريس مزيان يلبسوا هذوك الجوارب الطبيه اللي ممكن لهم ياخذوها من الفارماسي او من البارافارماسي، كياخذوها بالعبار والمسائل ما كاين حتى مشكل، فيلبسوها من الصباح حتى الليل ومن يبغيو ينعسوا يزولوها. والناس اللي عندهم لي فاريس مشخصين ومعروفين وكيعطيوهم ألم، فهادو من الضروري والمؤكد أنهم يلبسوا هاد الجوارب الطبية من ينوضوا في الصباح، يتوضاو ويديروا المسائل اللي خصهم يديروا ويلبسوهم ويبقوا بهم حتى الليل، ويمكن لهم يتوضاو عليهم ماشي كنوا بيزولوهم، يبقوا بهم من الصباح حتى الليل ويتفاداو الوقوف بزاف أو الجلاس بزاف. وبالخصوص ما ياكلوش بزاف، لان هذاك الشيء كيعطي غير التخمه وينعسوا كفايه. فهادو هما النصائح ديال الناس اللي عندهم لي فاريس وعندهم المضاعفات ديال الدوالي، بحال قرحه الارجل مثلا، او شي واحد اللي فايت دار نزيف مثلا، هادو خصهم ولا بدا ما كيديروا واحد البونداج في الليل ويباتوا به، في النهار يديروا الجوارب الطبيه وفي الليل يديروا هذوك لي بوند، ويديروا بعض الدهان وبعض الاقراص الا كان عندهم الالم. ولكن هادشي كله غير من ناحيه ديال لا بريفونسيون ماشي علاج.